الحمد لله على السلامة يا مستر. ازيك يا دود؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، نورت المحل. ترابيزة الاستاذ يا دود. سواق تؤمر بحاجة؟ عايزك في كلمتين. قوي قوي عيني. اخلص اللي ورايا واجي لك طوالي. تجوزيني؟ ايه؟ عبلة انا عايز اتجوزك. ليه؟ الناس بتتجوزني. تتجوزني ازاي يعني؟ عادي، الجواز عقد وشهود وزواجته كنفسي. وعبلة لو وافقت تتجوزيني انا هبقى اسعد انسان في الدنيا. ما تخافيش يا تقى، هنفضل قريبين منك، وأول ما يمشي هنيجي ناخدك. هو إن شاء الله لما هيشوفك عاملة كده هيخدش على دمه ويمشي على طول. وعايزك تطمني، عشان لو فكر يعمل أي حاجة في ثانية هتلاقينا عندك وهنجيبه تحت رجلينا. بس المهم ما تنسيش تمثلي إن أنت بتحركي بصعوبة عشان ما يكشفناش. امسكي قولي ورايا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ان شاء الله ربنا يحفظك. طب ممكن يلا عشان هنتاخر كده الساعه 8 ممكن؟ عادي هاتي العكاز عندك. على مهلك خش. على مهلك. اتأكدي كده ان الداتا اللي على الموبايل شغالة.
علشان نعرف نسمعكوا في التليفون ونتحرك وراكي. شغالة. شغالة؟ انت متأكدة ان هو قال لك هنا؟ ايوه قال لي عند سلم المترو. ماشي. هو ده؟ مش عارفة، يمكن هو. ألو؟ أنت فين؟ أنا واقفة مستنيك. وأنت اللي في التاكسي ده؟ انزلي. يلا. لسه تقع حقك عليا، ما تزعليش. مفيش مشكلة. ما تخافيش، احنا كلنا معاكي. شكرا. ده الموضوع بجد بقى ومتجبسه فعلا. الف سلام عليك يا عمر. بس صدقني الواد ايمن ده طلع لعيب، هو بس استرخص في الكاميرا اللي صور بيها. انت تعرف ايمن مين؟ ولا عمري شفته غير في الفيديو. امال الفيديو جالك ازاي؟ الحاجات دي بتجيني لغايه عندي، كل المكالمات والرسائل اللي كانت على التليفون بتاعت ايمن عندي. اركبي. اركب فين؟ انت مش شايف منظري يعني؟ مش اركبي بس، مش عارف اركب. يلا. هروح له زي ما انت شايف. استنى استنى. حلويتي ودورتي من ساعة ما جيتي من الإسماعيلية. ليش ليه القطه كانت لسانك ولا ايه؟ عايز نقول ايه؟ لا اهدي كده. اهدي لسه بدري. قال على رزقك يا ابن الجزمة. انت هتفك البتاع ده امتى؟ الدكتور قال لي 3 أسابيع عشان الجبس اللي اتعمل في المستشفى. كتير. اسبوعين كفاية. ما ينفعش، هو لازم 3 أسابيع وبعدين نعمل أشعة بعدها، يمكن نحتاج أسبوع كمان. أنا عارفة إنك صبرت عليا كتير، بس زي ما أنت شايف مش هينفع.
بتخليني كده اشوف هينفع ولا مش هينفع. شكله مش هينفع. خلاص استنى 3 أسابيع. تقع؟ كنت بتكدب عليا وتزعليني. انت ما تعرفيش زعلان، زعل وحش قوي. اعمل ايه اكتر من ان انا جيت لك بمنظري ده وبالجبس عشان تصدقني؟ طب هم اسبوعي قولي للدكتور ان فياض مستعجل. هو الفيديو ده مع حد غيرك؟ لحد دلوقتي معايا انا. انما لو زعلتيني ما اضمنش، ممكن يبقى مع كل الناس. تحب اوصلك فين؟ لا شكرا، انا هاخد تاكسي. لا 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 تاكسي ايه، لا. شايفه الدنيا هاديه وممكن حد يتحرش بيكي يغتصبك. انت عارفه اولاد الحرام كتير. فيكي خير، شكرا. تقع؟ لا اله الا الله. كنت فين يا نادين؟ ايه ده، في ايه؟ كنت سهرانه شويه. وما بترديش على تليفونك ليه؟ كلمتك فوق 10 مرات. تليفوني كان سايلنت، ما سمعتوش. كنت سهرانه فين يا نادين؟ كنت مع انجي صاحبتك. يبقى خليتيني اقعد عليكي ليه؟ وتقلقي ليه؟ اديني السبيس بتاعتي اتحرك فيها شويه، انا زهقت يا نايلة. لا صح عندك حق، انا مش المفروض اقلق عليك. نايلة انا اتعالجت وبقيت كويسه لو سمحتي. جاست مي مور، يعني انا لو عايزه ارجع للدراجز كنت رجعت وانت مش هتعرفي. ويهون عليكي تعملي فيا كده؟ نايلة انا اكتر واحده مش عايزه ارجع للي كنت فيه. انت كده مش بتساعديني. بليز بطلي تعملي معايا زي ما بابي كان بيعمل. انا مش بعمل معاكي زي بابي. انا اللي محتاجاكي. انا كنت متضايقه وبكلمك علشان انا محتاجاكي. انت كويسه؟ لا مش كويسه. في ايه يا نايلة مالك؟ حاسه ان كل حته في جسمي بتوجعني. عرفانه، عرفانه من نفسي ومنه. معلش يا حبيبتي معلش، انا عارفه لسه بتترايش لحد دلوقتي. عمري ما كنت اتخيل اني ممكن اتحط في الموقف ده وان حد يكلمني بالسفاله دي وانا حتى مش قادره اضربه بالقلم. ان شاء الله مش هتشوف وش تاني بقيت حياتك. اهم حاجه الموبايل القديم اللي عندك في البيت يفضل مقفول، هو بيعرف انت فين من عنده. تفتكر يا استاذ سمير؟ باذن الله يا دكتور. نعرف بس هو مين وبعد كده كله مقدور عليه. طب انا هروح اجيب لها حاجه تهديها بالزخم. لا لا خليكي بس، خليكي انت، انا هروح بس قولي لي اجيب لها ايه. مفيش داعي، انا بقيت كويسه يا جماعه. طب يا جماعه انا اسف بس انا لازم امشي دلوقتي عشان اقفل المحل من بدري وان شاء الله هتلاقيها تقع. عايز حاجه؟ شكرا. السلام عليكم.
رايح فين؟ رايح المحل. سلام. انتوا ايه؟ ماشيين ولا ايه؟ وانا اللي جاي لكم جري عشان عارف انكم قلقانين. اكيد مش عليا طبعا. ما تخلص يا سوني. ما بالراحه يا عم سمير، في ايه؟ تعال عايزك في كلمتين. انا جبت لكم قراره، ما تقلقيش، جبت لكم قراره. اسمه فياض عجميه، هو اسمه كده. عنده ثلاث محلات في عبد العزيز، في شارع عبد العزيز، محلات موبايلات كبيره قوي. وانا مصنع لطافه كده عرفت هما فين بالظبط، وبصيت عليهم بصه من بره. طيب يبقى اكيد الفيديو موجود في جهاز في محل من المحلات دي. احنا دلوقتي بقى نبلغ البوليس ولا نعمل ايه؟ لا لا، كوني مفكراهم صور ولا نيجاتيف افلام من بتوع زمان، والحكومه هتيجي تاخدهم وخلصت. ده حوار يا ابله. يا دكتور الفيديو ده بيبقى فايل، واكيد موجود منه كذا نسخه، ممكن يبقوا على هارد ديسك او على الموبايل او في فلاشه معايا. الموضوع مش سهل قوي كده. ما الحل ايه؟ ان شاء الله هتتحل، ولازم تصدقيني يا طه، انا قلت لك مش هخليكي تشوف وش امه تاني. ما تقلقيش، خير ان شاء الله خير. فياض دوت لازم تدخل عليه الدخله الصح. ابو سمره، احنا لازم نلاقي طريقه نجيب بيها الداتا اللي مع ابن الكلب ده، انت فاهمني طبعا. انا عايزه افك الجبس واروح. يلا يلا نمشي. يلا حبيبتي. طب على مهلك. احنا متشكرين قوي يا جماعه على وقفتكم معانا بجد. على ايه؟ شكرا يا استاذ. طب اوصلكم. طيب شكرا لحضرتك، احنا هناخد تاكسي من هنا. طب خلي بالك منها يا دكتوره. صباح الخير. صباح النور. انت كويسة حبيبتي؟ بيس. اللي مصحيك بدري كده؟ ما نمتش اصلا من امبارح. نادين انت مبسوطه هنا؟ مرتاحه؟ مرتاحه. فكره مصر كويسه يا نايله، بس انا هنا لوحدي، مفيش حد، معرفش حد. ازاي ما تعرفيش حد؟ انت كل اصحابك كانوا هنا. بس تكلمي فريده وعادل، كانوا بيسالوا عليكي طول ما انت كنت في لندن. اي ديد، بعت لهم على فيسبوك. بس فريدة مشغولة بالبروجكت بتاعها وعادل ما ظهرش اصلا. بس على الاقل انا وانتي سوا. رايت. تيجي نفطر مع بعض؟ اوكي يلا. طب يلا قومي هتعجي كده. يلا. يومنا صباحك زي الفل، مش عايزين نعطلك عن الميتنج بتاعك. يوم جميل عليك ان شاء الله. صباح الخير يا دكتور. لا يعني عاجبني الفكرة الصراحة. أنا وعدتك إني ما أخبيش عنك حاجة. بصراحة عمر بعتلي حاجة كده النهاردة في حصة العربي، شفته وهو بيكتب ورقة صغيرة وكان عمال بيبصلي. أنا كنت عارفة إن هو بيكتبها لي. بعدها استلف مني الكراسة وحط الورقة جواها. أنا أصلا عملت نفسي مش عارفة هو بياخد الكراسة ليه، بس اديتها له. المهم أنا فتحت الكراسة ولقيته رسم لي جواها قلب، بس القلب كان وحش قوي. قطعت الورقة ورميتها قدامه في الزبالة، مع اني كان نفسي اخليها معايا، بس خفت سمير يقعد يقول لي انت لسه صغيره على الكلام ده. انت فين يا نور؟ الاكل هيبرد يا بنتي. انت بتعملي ايه؟ ما بعملش حاجه. امال ايه اللي خبيتيه عندك ده؟ ده سر.
سر؟ سر ايه؟ سر بيننا وسمير. طب هو في سر يتخبى عن جده؟ اصلي مش هينفع اقولك. طيب قوليلي وانا مش هقول لحد، ما تخافيش. بصراحة دي صورة ماما. ومين اللي اداها لك؟ سمير، وقال لي ما اقولش لحد علشان ماما كانتش بتحب حد يشوفها. كنت بطلعها كل يوم قبل ما انام وابوسها، وساعات يعني بطلعها في نص اليوم بس. والنبي يا جدو اوعى تقول لسمير ان انا قلت لك على السر ده، توعدني؟ اوعدك يا حبيبتي. قومي بقى عشان نتكلم. دينا، دينا دينا دينا، نادوة الشيخ علاء. اسم حضرتك ايه؟ سارة. هاي، مساء خير. مساء النور. اسمها ايه؟ استاذة سارة. سارة رزق؟ ايوه. اتفضلي. متشكرة قوي. طب انا ممكن ادخل بالعربية؟ شور شور. تبعنا. ها، في واحد اسمه محمود عبد اللطيف، ده لما يجي برضه دخله من فضلك. طبعا وقت. اوكي، ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يسهل ان شاء الله. انا استاذ ساره. جيتي بسهوله؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك. مبروك. شكرا. وده على طول ان شاء الله. ربنا يسهل. ربنا يسهل ان شاء الله. شيخ علاء، ازاي حضرتك؟ اهلا يا مدام هند، منورنا النهارده. ربنا يخليك يا رب، ربنا يعزك. انسه ساره هتحضر معانا النهارده ان شاء الله، هتحضر معانا على طول. اهلا يا ساره، ازاي؟ اهلا بحضرتك. ما شاء الله زي القمر. متشكره قوي. طب اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بدور على عدة كده تكون نظيفة وتدخل على النت، بس ما تهنكش معايا. موجودة يا باشا. بص حضرتك، دي أنضف حاجة في السوق. كاميرا 8 جيجا. يلا على السلامة يا كبير. هتريحك أوي. وقفة المعلم فاضي. يلا. بص حضرتك، العده دي بقى سي، دي بقى شاشتها اكبر وبتاخد خطين وفرق السعر بينهم مش كبير. لا بلاش سي، عايز حاجه تستحمل معايا. بص يا باشا، العده دي بقى ما فيهاش ولا كلمه. حلوه دي عامله كام؟ 3800. طيب هلف لف وارجع لك. تسلم. محلك يا باشا. شوف، انا مش عايزه حاجه، انا بس يعني حاسه اسمحك اني
مش هينفع اتجوز في السر، لازم اهله يبقوا عارفين. لا طبعا انا هطلبك عادي. يعني هو الجواز ده هيبقى شرعي ولا عرفي ولا ايه؟ انت عايزاه ايه؟ لا العرفي بيبقى سمعته وحشه عندنا. لا طبعا شرعي، شرعي اكيد طبعا. بس انا عندي طلب، انا عايز الجواز ده يبقى بعيد عن مراتي وشغلي، فاهماني؟ انما في المنطقه هنا انت حره، شوف اللي عايزاه يعرفه ونقوله. اهلي انت عارفه، سمير وعم جمال، هما دول اللي ليهم كلمه في الموضوع. يعني اطلبك منهم؟ تمام تمام. طب لا مؤاخذه، يعني شغلي؟ مال شغلك؟ كل حاجه هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتتغير، المصمت هيفضل مفتوح. بجد؟ طبعا بجد. عامله انا بحب المكان هنا، انا بفكر اتجوز في شقتك وعيش معاكي. دي الحته كلها تنور، يا دي النور يا دي الهنا. عامله انا عايز اكون في اي مكان معاكي. أنا ظلمتك، سامحني. مش فاهم. يعني طلعت نيتك خير، أصل أنا يعني ما بفهمش في كلام الخواجات وحركة الخواجات. يوم ما كنت هتديني البتاع. آه افتكرت. إيه خير؟ هعمل حركات الخواجات. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. احمد يا استاذ اكرم، يا استاذ اكرم لا مش عادي، حركات الخواجات دي مش عادي هنا خالص، احنا عندنا الست هي اللي بتركع تحت رجلين جوزها. قبل انا عايزك تعرف انت ايه بالنسبه لي. طيب مين اللي هيقول لسمير؟ يعني اقول انا ولا اقول لعم جمال ان انت هتقعد انت وسمير، ولا ايه اللي هعمله؟ انا هقول لسمير، انا هقول. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا مستر. اتفضل. تأخرت عليك؟ لا خالص، تحت أمرك. كان في حد سب هنا عن كانت هنا. جرب. متشكر يا مستر. سمير انا كنت عايز ازوركم في البيت. يا نهار ابيض، تشرف طبعا يا مستر اكرم، ده بيتك. انا عايز اتقدم لعبله، شوف الوقت اللي يناسبك انت والحاج جمال. عبله بنت خالتي؟ ايوه. تتجوزها يعني؟ ايوه اتقدم لها، يعني اتجوزها. وحضرتك قلت لها؟ اه، وقالت لي كلم سمير والحاجة جمال. انت افطرت؟ الحمد لله يا مستر. يبقى نفطر تاني.